اللهم اغفر لشيخنا ولمحرم اهتمام يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبد الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم، ثم الصلاة على أكرم مبعوث بخير هدي في أكرم الأمم، والآل والزوج والأصحاب كلهم ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد ما في أنفاس الكون من نسم. وبعد، فمن يرد الله به خيرا يفقه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم وطبتم وطاب ممشانا وممشاكم، وبوأنا الله وإياكم من الجنة منزلا. حيا الله الوجوه والأسارير نفاحة الطيب كأفواه القوارير، دعي الضمير وتقي الجمع من التكثير. ونسأله كما جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا أخرى أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وهذا مجلس في الشمال المحمدية والخصال المصطفوية على صاحبها أزكى السلام والتحية. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمامة هي كلمة لغوية صحيحة، الأصل فيها عم، وحينما يفك التشديد يكن عماما، وعمم أي لف الرأس بالعمامة، عمم بمعنى لف الرأس ولاتها بالعمامة. فالعمامة هي مفرد لكل ما يلف به الرأس، ويجمع على ثلاثة أنواع من الجمع. يجمع أولا على جمع المؤنث السالم لأن آخره تاء مربوطة فيجمع على عمامات، ويجمع بعد ذلك على جمع التكثير بكلمتين فيجمع على عمائم ويجمع على عمام. إذن هذه الكلمة لها ثلاثة ألفاظ في الجمع: عمامات وهو مقتضى اللغة، وعمائم، وعمام. لما نتكلم على مقاييس اللغة والأشباه والنظائر التي الكلمة التي تناسبها تماما كمثال هي عصابة، عمامة عصابة، تجمع كذلك على عصابات، وتجمع على عصائب، وتجمع على عصاب. العمامة الأصل فيها أنها من سنن العادات وليس من سنن العبادات، هذا ما يجب تحريره أولا. لكن من لبسها وتعمم اقتداء بأبي القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإنه إن شاء الله يثاب على اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ديانة. قال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي قراءة السبعية العشرية المتواترة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والله عز وجل في آية 31 من سورة آل عمران، هذه سورة الأحزاب التي مرت معنا، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وقال ربنا عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ما يجب تحريره أيضا: لم يصح في فضل العمامة حديث صحيح. وأنا أتكلم، ركز فيما أقول أحسن الله إليكم، وأنا أقول لم يصح في فضل العمامة، لكن كلبس العمامة حيأتي معنا حديث صحاح الآن. ما معنى لما أقول فضل العمامة؟ يعني خذ عندك هذا الحديث، قال: إلبس العمائم فإنها تزيد الحلم. هذا فضل ولا مو فضل؟ فضل ولا لا هذا؟ لكن لم يصح في لبس العمائم في الفضل حديث.
كل أحاديث فضائل لبس العمامة إما على مجهول أو على منكر الأحاديث، يعني منكر يعني رجل فيه له مناكير، أو على رواة المجاهيل. فالرواة المجاهيل والرواة المناكير مهما جمعت من طرقهم وإن تعددت فإنها لا ترقى إلى التحسين، لأن هذا الكسر يسمى كسر غير منجبر. الكسر هنا الآن في الراوي إذا كان مجهولا أو منكرا فيعتبر الكسر هنا غير منجبر. إذن هذا ميل التحرير، لم يصح في فضل لبس العمائم حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر الأحاديث المتداولة عن ابن عباس العمائم تيجان تيجان العرب، هذا من كلام ابن عباس لكن لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكن العرب قالت كلام جميل في لبس العمائم، نذكر منه أشياء هنا يعني جميلة حتى تعرفوا أنه كما جاء عن السلف أنهم ماذا يقولون. يقولون أما العمامة فإنها سنة العرب وجاء الدين بها. ومن أفضل الكتب التي ألفت في أحكام العمامة هذا الكتاب الجميل تحفة الأمة بأحكام العمة لمحمد بن أحمد المعروف بن الإمام خطيب العادلية بحلب، المتوفى سنة 95 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكره صاحب كتاب كشف الظنون وهداية العارفين. وأيضا صوب الغمامة في إرسال طرف العمامة، هذا الكتاب لمحمد بن أبي شريف القدسي المتوفى سنة 905 أيضا، وذكره أيضا كشف الظنون. وأيضا هذا الكتاب درر الغمامة أظن في در الطيلسان والعذبة والعمامة، وهذا لابن حجر الهيتمي بالتاء وليس بالثاء المثلثة. وأيضا كتاب جميل بعنوان جزء في العمامة النبوية، وهذا أيضا لابن حجر الهيتمي رحمة الله على الجميع. وأيضا كتاب أزهار الكمامة في أخبار العمامة، وهذا للإمام المقري المغربي المالكي نزيل مصر التلمساني المتوفى سنة 1041. وأيضا كتاب أيضا آخر بعنوان كشف الغمامة عن أحكام العمامة، هذا لابن طولون الدمشقي رحمة الله على الجميع. أيضا كتاب الموارد المستعذبة بمصادر العمامة والعذبة، وهذا الكتاب أيضا للقلقشندي، نعم للواعظ القلقشندي رحمه الله. وأيضا كتاب التمامة في صفة العمامة، أو وهذا الكتاب لأحمد بن محمد بن عمر الخفاجي. وأيضا الدعامة للعامل بسنة العمامة، وهذا الكتاب لمحمد بن جعفر الكتاني المتوفى سنة 45 و300 و1000. وهكذا ألفت الكتب والأسفار في العمامة دلالة على عظم هذا الأمر عند العرب. ألفت فيها كتب كثيرة لكن حتى الآن لم يتم الوقوع على مخطوطات هذه الكتب حتى تخرج إلى الناس. ومما يجب أن تعرفوا هذا الدين دين عظيم، العمامة فيها رسائل ماجستير ورسائل دكتور، لأن العمامة يجوز فيها أحكام الوصية ويجوز فيها أحكام الهبة ويجوز فيها الأرش. يعني لو أنا أعطيتك عمامة فأتلفتها عليك الضمان، ويجوز فيها الهبة، أنا أقول إني أهب عمامتي لزيد من الناس، وفيها أحكام المدح على إيش؟ على العمامة. وفيها هل يجوز للمرأة أن تلبس العمامة وهي من لبس الرجال إذا خشيت الفساق؟ فديننا دين عظيم، قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب الآن اسمع محمد بن أحمد المغربي ماذا يقول. في كتب كتابا يهدي رجلا عمامة فألف فيه شعرا، ماذا يقول؟ يقول أريد عمامة حسناء عنها أعممك الجميل من الثناء، فوجهها وقد نبلت بلبسك في صباح أو في مساء، معافا نشرها من كل عاب يولد لونه أيدي العناء، أدق من الذكاء إذا اجتنتها على مهر لواخذ ذي ذكاء، وأضوى لحمة وسدا ولونا من الشمس المنيرة في ضحاء، لو الغرق قاربها لأربت عليه بالصفاقة والصفاء، لبم أو ليني سبورا تعرى فتصلح للمصيف وللشتاء،
كعرضك إنه عرض نقي عن الأدنات جمعا في عطائي تتوجني بها منها أجسى مدى لبثي منه حلل البهاء إذا ما مست فيها معجبا لا أفكر من أمامي أو من ورائي يقول المبصرون أيتاج بها أصبحت فينا ذا روائي وتعلم أن قول العرب حق بلا كذب يدوم ولا افتراء عمائمنا لنا تيجان فخر سناها قد أضيف إلى ثنائي بالكلام الجميل عمامة يستوي فيها هذا الكتاب لكي يهديها إلى فما أجمل العمامة وما أجمل الكلام الذي خلد العمامة وهكذا العرب دائما بيت من الشعر يرفع قوما وآخر يحط قوما جرير ابن عطية الخطفي طبعا جرير والفرزدق عندهم من المساجلات الشعرية الذي ملأ به كتب دواوين العرب فماذا يقول الفرزدق لجرير يقول أغضب الطرف فإنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلاب أنت من وين بين كعب وكلاب وين كعب وكلاب وانت يا من بني نمير فكان هذا البيت سبق جرير إلى قومه فأسقط جرير بالضربة القاضية وكم من حروف جرت حتوفا تعرفون المتنبي المتنبي هوى ببيت واحد من الشعر قال وشعري أسمع من به صمم أنا الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم هذا البيت من الشعر أرزى بالمتنبي وجعله يقتل عندنا في المثل يقول أجمل من ذي العمامة هذا المثل قيل في من أمثال العرب أجمل من ذي العمامة هذا المثل قيل في سعيد بن العاص بن أمية سعيد بن العاص هذا كان أجمل من لبس العمامة في العرب من القرشيين طبعا نحن نتكلم عن البشر دون مين سيد البشر عليه الصلاة والسلام النبي هنا خارج المقارنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن في العرب كان أول وكان أجمل من يلبس العمائم هو هذا الرجل ويقولون شيء عجيب يقولون ما في قرشي لبس العمامة على لونها وإذا خرج لا تبقى امرأة إلا برزت لكي تنظر إلى جماله في العمامة مثل من الصحابة الذي كان إذا لبس الثوب يلبسه إيش مرة واحدة مين مصعب ولكن مع هذا أنه يلبسه مرة واحدة لما يأتي لكي يلقى الله عز وجل شهيدا لا يجدون إلا شملة إذا غطوا رأسه بدت رجلاه وإذا جاءوا يغطون رجليه بدت رأسه هذا هم الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا لا تغيرهم عاشق مصطفى إسماعيل مر على آية كلوا واشربوا هانيا لما أسلفتم في الأيام الخالية فما ملك نفسه من البكاء القراء القدامى عبد الباسط عبد الصمد المنشاوي الحصري مصطفى إسماعيل محمود علي البنا هؤلاء الناس لا نزكيهم على الله كانوا يقرؤون القرآن من قلوبهم لذلك الحنجرة الباكية دائما الشيخ محمد صديق المنشاوي وأنا أريدك تجرب كده وانت في سفر والجو قد أظلم والليل لا قمر له وتشغل الشيخ المنشاوي على كل حال نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا لهذا القرآن أن يرزقنا تدبر هذا القرآن لأنك أنت أخي المبارك بدون القرآن لا تساوي شيئا كجسد بلا يقول الشاعر في سعيد بن العاص يقول أبو أحيحة من يعتم عمته أبو أحيحة هذا كنيته من يعتم عمته يضرب وإن كان ذا مال وذا ولد يقول ما في أحد يلبس العمة في جمالها مثل هذا الرجل من أهل قريش قيل لأعرابي ما لك لا تضع العمامة على رأسك قال إن شيئا فيه السمع والبصر لحقيق بالصون
وذكرت العمامة عند أبي الأسود الدؤلي رحمه الله فقال هي جنة في الحياة وجنة في الحرب ومكنة من الحر ومدفأة من القر ووقار في الندى وواقية من الأحداث وزيادة في القامة. إيش الكلام هذا كله؟ هذا كله في العمامة؟ كل هذا في العمامة، جنة في الدنيا وجنة في الحرب، وقاية في الحرب. ولذلك كان العرب حتى تخيل النبي عليه الصلاة والسلام لبس المغفر على العمامة، أو قيل لبس المغفر وجعل العمامة فوقه عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب خذ عندك هذا إمرئ القيس ماذا يقول؟ يقول يا مال والسيد المعمم قد يبطره بعد رأيه الشرف، نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. ونحن ابن قيس رحمه الله يقول لا تزال العرب عربا ما لبست العمائم وتقلدت السيوف، ولم تعدد الحلم ذلا ولم تعده وفرا ولا التواهب فيما بينها ضعة. يعني يقول العرب لا تزال العرب ما لبست العمائم وتحمل السيوف وتجعل الحلم بين الناس ليس من الضعة وليس من قلة الشخصية. ولذلك كانت السادس من العرب تلبس العمائم التي لونها أصفر. يقول الشاعر يقول رأيتك هريت العمامة بعدما عمرت زمانا حاسرا لم تعممي، يعني من شدة اللبس قد تهرت العمامة. والأصمعي رحمه الله اللغوي المشهور يقول قيل لأعرابي إنك تكثر لبس العمامة، قال إن عظم فيه السمع والبصر لحري أن يكن، يعني يحفظ من الحر والقر. وقال الأصمعي وكان أبو الأسود يقول العمامة جنة في الحرب، وإلى غير ما ذكرنا. يقول آخر يقول يا من يمر ولا يمر به القلوب تمر من الخرق بعمامة من خده أو خده منها سرق، فكأنه وكأنها ثمر تعمم بالشفق، فإذا بدا وإذا انثنى وإذا رنى وإذا نطق شغل الخواطر ولد وتلك الجوارح والخواطر والحدق. كل هذا الكلام في من؟ في جمال من يلبس العمام. وتجدون ان العمام في البلاد التي تمتثل فيها العمامة تجد فعلا فيها جمال لمن ايش؟ لمن يلبسها. الشاب بن عبد الملك رأى رؤيا انه يكور العمامة 23 كورة، والاصل في الفعل كار العمامة يعني لفها، ومنه الكور. ولذلك من الدعاء ان تقول اللهم إن نعوذ بك من الحور بعد ايش؟ الكور، يعني من الفتنة بعد الهداية، او من الضعف بعد القوة. فقصها على معبر قال تملك 23 سنة، وكأن كل كورة وكل لفة للعمامة هي ايش؟ بمعدل سنة. اختم لكم بهذا الكلام الجميل في كلام عن العمائم. يقول اسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لقيت من عوج، فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذلك من فرج، وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج. وهذا الباب وهو باب مسألة العمائم أردنا أن نبين له بهذه التقدمة اللغوية البلاغية الجميلة لكي يعرف مكانة العمامة عند من؟ عند العرب. وقلت لكم العمامة فيها كتاب رفع الملامة عن أحكام العمامة يقع في قرابة 400 صفحة، تكلم عن طهارة العمامة وتكلم عن المسح على العمامة وتكلم على السجود على كورة العمامة هل يكره أو أنه لا يكره، وتكلم عن هل لابد من الصلاة بعمامة أو بما يغطي الرأس أم أن المسألة لا شيء فيها. طبعا تعرفون يقول الشيخ بن عثيمين يقول وأما إذا كانت العمامة في قوم يلبسونها فيستحب لك أن تصلي وأنت لابس
هذه العمامة. أما إذا كان في قوم لا يلبسون العمائم فلا حرج. الشيخ الألباني يقول لا تكره الصلاة من غير عمامة. والله عز وجل يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشيخ مقبل الوادعي شيخنا يقول وتصح الصلاة من غير عمامة لكن أفضل له أن يلبسها. وكانوا يعدون مشي الرجل من غير عمامة يخرم المروءة. حاج الحنة وين دحين؟ الله يرحم حالنا. عشنا في بيئة الكدش وطيحنا يا بابا وسامحنا يا ماما ولوس واو ولل والفاظ تنقض الوضوء مجازا لا حقيقة. عشان يطلع واحد من هذا يقول الشيخ قال لا أنا أتكلم على المجاز لا حقيقة. وعلى كل حال هذه تسمى عمامة لغة لا هي كل ما عم رأسه فهو عمامة لغة لكنها ليس لها أحكام العمامة الشرعية إلا أن تلف مكورة ويرخى ذؤابتها خلف الكتفين. وقيل مقدار أن ترخى الذؤابة مقدار أربعة أصابع كما صح من حديث عبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف من الجمال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يرسله في إحدى السرايا لبس العمامة فما أحسن لفها فنزعها النبي له وأعاد لفها عليه الصلاة والسلام وجعل الذؤابة أو تسمى العزبة خلف بين كتفيه ومقدارها كم؟ أربع أصابع. وقال بمثل هذا فاعتم يا ابن عوف بمثل هذا فأتم يا ابن عوف. والآن نجد للخمسة الأحاديث اللي عندنا. أحسن الله منكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن عن حماد بن سلمة قال هذا تحويل الإسناد. احفظوا الآن عندنا محمد بن بشار بن دار يروي عن عبد الرحمن بن مهدي جبل من جبال الجرح والتعديل ويروي عن حماد بن سلمة. هنا قال حاء أو حاء يعني سأحول لك الإسناد لإسناد آخر وهذا يدل على سعة الرحلة وأن هذا الحديث سيسر له من طريقين. أين سيلتقي الإسناد سنرى الآن. تفضل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمود بن قال حدثنا حماد بن سلمة. إذن معذرة. إذن كلاهما التقوا في من؟ في حماد بن سلمة. إذن اتفق جميعا في ذلك. ولماذا قدم محمد بن بشار على شيخه محمود بن غيلان الذي أكثر في الرواية عنه في الجامع الصحيح؟ لأن محمد بن بشار أعلى قدرا من محمود بن غيلان. حث العلماء رحمهم الله في ترتيب الأسانيد والطرق في الحديث الواحد فإنه يختار من هو أجل طبقة أو من هو أقرب أو ما يسمى بالسند العالي دون السند النازل. هنا السند واحد ليس بينه علو السند هنا متساوي واسطتان. ثم جئنا لحماد بن سلمة محمد بن شرف محمد بن نهدي محمود بن غيلان ووكيع وكلما التقوا عند شيخ واحد ومن هو حماد بن سلمة رحمه الله. نعم. أحسن الله. أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس هو يكثر في الرواية عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. نعم. وهذا الحديث يعتبر من خماسيات الإمام الترمذي هنا. نعم. أنتم تعرفون الثلاثيات في الكتب الستة من الذي روى الثلاثيات في الكتب الستة؟ ها؟ مين روى الثلاثيات في الكتب الستة؟ جمعناهم في كلمة خاتمة اكتبوه ذكرنا عدة مرات الخاء من البخاري والتاء من الترمذي والميم من لا من ابن ماجه مسلم أبو داود النسائي قال في عندهم الرباعية في الكتب الستة. تفضل. أحسن الله عليكم. عن جابر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح هكذا عمامة بكتر المهملة. وهذا كما قلنا فيه فائدة أنه لا يجب على كل من دخل مكة أن يكون محرما أن يكون
محرما، وهذا كان في العشر الأواخر في رمضان، دخل فاتحا في العشرين من رمضان لسنة 8 من هجرته الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ودخل معتما بعمامة سوداء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يجوز لبس العمامة البيضاء، لكن أغلب حديث النبي في دخوله كانت عمامة إيش لونها، كانت عمامة سوداء وكانت عمامة دسماء، نفس المعنى، الدسماء هي السوداء، وكانت عمامة محرقة يعني أيضا لونها يميل إلى اللون الحريق واللون إيش اللون الأسود. نعم. ومن الذين لبسوا العمائم السوداء الحسين بن علي وعلي بن أبي طالب، كلاهما لبس العمائم السوداء، وعبد الرحمن ابن عوف أيضا لبس العمامة السوداء. ومن الذين لبسوا العمائم البيضاء كعمر بن الخطاب وابن عمر وغيرهما رحمة الله ورضي الله عن الجميع. نعم. قال حدثنا قال حدثنا سفيان بن سعيد بن رضا عن جابر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر وعليه عمامه سوداء. قال حدثنا محمود بن قيل ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساوي بن ورى عن جابر بن عمرو بن حريث عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رفض الناس ونحن قلنا هذا كله من العادات، لأن كانت العمام هي المنتشرة في ذلك الوقت، وهذا أيضا قلنا تسمى عمامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن إسحاق الهمداني ولا الهمداني؟ أيوة نعم، لأن هناك طبعا هناك فرق بين سكون الميم وتحريكها، إذا سكنت الميم كانت القبيلة، وإذا حركت كانت الكورة العامرة، فإذا قلت أبو فرات الحمداني يعني من منطقة حمدان، وإذا قلت أبو فرات الحمداني بسكون الميم فهي القبيلة، فلما نقول الهمداني يعني من قبيلة حمدان، وإذا قلنا الهمداني يعني من بلدة همدان، فالتحريك بلدة والسكون قبيلة. نعم. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم إذا اعتم يعني إذا لبى العمامة عليه الصلاة والسلام. نعم. سدل عمامته مفعول به عمامته هذه تسمى العذبة أو تسمى الذؤابة، وكره الاقتعاط في العمامة كما عند أبي داود. ما هو الاقتعاط في العمامة؟ أن تكون العمامة من غير ذؤابة، ومنهم من قال النبي دخل عليه الصلاة والسلام وعليه عمامة فلم يقل الراوي أن كان لها ذؤابة، فدل على لبس العمامة المقتعطة ولبس العمامة التي لها ذؤابة، لكن الأشهر هو التي لها ماذا؟ التي لها ذؤابة. ومن الأحاديث الجميلة عند أبي داود والنسائي عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام الإثبال في الإزار والقميص والعمامة، الإثبال في الإزار والقميص والعمامة، وهذا حديث صحيح. كيف يكون الإثبال في العمامة؟ قيل أن ترخى حتى تجر في الأرض، أو قيل أن تزيد عن مقدار الأربعة في الأصابع. نعم. أحسن الله إليكم. قال ما تروي حسان بن عمر قال رأيت الله ورأيت قاسم بن محمد وسالم بن شعبان قاسم بن محمد بن بكر وسالم بن عمر رضي الله عن الآباء ورحم الأبناء. نعم هذا صدق. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو سليمان وهو عبد الرحمن بن غزير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم فقر الناس وعليه عصابه وعمامه كلها بنفس المعنى، لان يعصب بها ويجمع بها الراس، اذن هذه اخذت من ثمرتها، وعمامة أخذت من أصلها أنها تعم ماذا؟ أنها تعم الرأس. هذا ما تيسر إراده وتوفر إعداده، وعلى الله على ذكره توكلت.
تم الكلام ربنا المحمود رب المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لاح قمرين أو رفعوا. جزاكم الله.